نحن نقول إذا أردت أن تعرف لمن بيت المقدس، انظر للناس اللي ضحوا من أجله، انظر للناس اللي صبروا، انظر للناس اللي تخلوا عن الإغراءات المفرطة في سبيل البقاء في هذه البقعة المقدسة. هؤلاء في الظل، صحيح. ربما الكثير من الناس لا يعرفون جهودهم، لكن الله سبحانه وتعالى يعرفهم، والله يعلمهم، والله هو الذي أنزل السكينة وسخر لهم من سخر من جيرانهم ومن الأبعدين. وهذه حقيقة ليست مهمة مثلا المقدسيين أو الأردنيين فقط أو الفلسطينيين، لا، هذه مهمة كل مسلم، لأن المسجد الأقصى يهم كل من عنده هوية وكل من عنده انتماء. نعم. ينبغي أن يكون هناك دعم، دعم إعلامي، تغريدة، كلمة طيبة، نعم. يعني صوت، نعم، مبشر، فضلا عن ألوان الدعم الأخرى التي يستطيعها المسلمون، ربما يستطيع أناس في بلد ما لا يستطيع آخرون في بلد.